السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في القناة ومرحبا باللي انضم لينا جديد في القناة. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نستخلصوا هاد الرشمة. كيف تلاحظوا مثلا هاد الرشمة عندنا في الانترنت وبغينا نعملوا بحالها، كيف ممكن نعملوها؟ هذه هي الطريقة اللي غادي نطرقوا لها في هاد الفيديو. تنتني الورقة على جوج وتنبدا ندير النصف ديال الرشمة، تنحط الابعاد. كيف تلاحظوا انا تنحط النقط ديال الابعاد ديال الرشمة، يعني الطول ديالها العرض. تنبدا هذوك النقط تنقاد فيهم الهلاليات اللي عندي انا في الرشمة، ابتداء من الصغير المتوسط للكبير، كل هلالية على حساب النقط اللي انا حطيت لهم، يعني الابعاد ديال ديك الرشمة. تنبدا نحسب شحال هلالية عندي، تنكمل عدد ديال الهلاليات وانا تنقاد فيهم تبع لديك الابعاد اللي انا حطيت، القياس ديال العرض ديال الطول ديالهم حسب الرشمة اللي انا عندي ديجا درت لها فوتوكوبي. انا هادي درت لها فوتوكوبي، من بعد ما تراسيتها التراساج اللي انا تنتراسي قدامكم. لاحظوا دابا تنيت الورقة وعاود التراساج اللي انا درت ديجا، علاش؟ باش غادي تبان عندي. لاحظوا بانت عندي في الجانب الاخر. علاش درت هاد الطريقه وما تراسيتوش بيديا؟ لاني ما يمكنش نجيب ليا النصف ديال الرشمه مضبوط تماما، غد ضروري ما يكون عندي ما زيكزاك في شي حاجه ما تجيش هي هذيك مضبوطه، انما مهكا تيكون اليمين واليسار ديال الرشمه تيجي بحال مقد. كيف تلاحظوا ها هي الرشمه، من بعد ما خديت قطع ديال هذيك الرشمه وطبعتهم وبديت تلصق فيهم وحصلت على هاد الطول. دابا خديت الكورساج، الكورساج عندي فيه تقطيعه ديال لا كوب برينسيس، غادي نقطع هاد المستطيلات ديال هاد الرشمه. علاش؟ باش نقاد، لان الكورساج عندي فيه كل كولفي وانا خاصني داك الاعوجاج ديال كل كولفي، فانا غادي نحط هاد المستطيلات اللي قاديت بالرشمه، غادي نحطهم على هاد الكورساج ديال لا كوب برينسيس اللي مقطع كوب برينسيس، وغادي نراعي لسباس اللي غادي نخليه ديال هاد لسباس هذا ديال السفيفه، يعني الرشمه ديالي نحطها من بعد ما انا خديت القياس اللي ممكن تحط فوق منه السفيفه، باش الرشمه ما تجيش محاكه مع السفيفه، يعني يكون عندي واحد واحد الفراغ فين غادي تحط السفيفه وما غاديش يكون الطرزه ديالي ما غاديش تطرق. دابا كيف تلاحظوا اني جانبت الرشمه باش تقاد ليا. لاحظوا دابا انا غادي نقاد الملاقيه ديال الرشمه باش تجي مقاده وكانها معموله خصيصا لكل في. لاحظتوا الملاقيه ديال الرشمه كيف قاديت هذاك الطرف مع بعضياته، ودابا غادي نقادها في التلصاق على الكورساج مع مراعاه القياس ديال السفيفه. الاسباس ديال السفيفه ضروري ما تراعيه، غتخلوه الاسباس ديال السفيفه اللي نتوما اصلا عندكم العرض ديال السفيفه تخلوه. ودابا غادي نقاد الملاقيه ديال الرشمه، وايضا نرد البال الاسباس ديال السفيفه يكون طالع من الفوق لتحت بنفس القياسات. لاحظوا نفس القياسات راه معبورين هنايا. دابا غادي نمشي نقاد هاد الملقى في فراغات، غادي نقادو نقاد الرويس الفوق ديالو، غادي نعاود نتراسي هذاك الملقى مزيان ونقاد الملقى ديال الرشمه، وهكذا غادي نكون حصلنا على رشمه ديال الكورساج في لا كوب برينسيس. باقي ليا هاد الاطار ديال هاد الرشمه فارغ، فانا غادي ناخذ النصف ديالو وغادي نلصقو. لاحظتوا غادي نرد البال باش انه يكون داك التلصاق ديال هاد الربع يكون مقاد، حيث انه الاطار ديال الرشمه يكون غادي هو هذاك
دابا صافي هي هذيك الرشمه، غادي نكمل التراساج بالباقي ديال الستيلو. ودابا هاني حصلت على الرشمه ديالي ديال الكورساج في لا كوبرينسيس وكولفي. دابا غادي ندوز للتطبيق ديال الرشيم. بالنسبه للثوب عندي الثوب تيبين، فانا غادي نستغني على الانسوخ او البيكربون. غادي نخدم فقط ستيلو، كيف تلاحظوا الرشمه باينه من تحت من الثوب. فانا غادي نطلق الرشيم، لاحظوا الرشم الثوب في الصفر بارد، وانا غادي نطراسي بستيلو خضر لانه تقريبا الالوان ديالهم ما تيبانوش مع بعضياتهم. ما غاديش نطراسي في ستيلو ازرق ولا ستيلو كحل، غادي نطراسي غير بستيلو خضر. غادي يبان داك التراساج خفيف ما تيبانش بزاف، ولكن في نفس الوقت انا اللي تنبي نطرس غادي يبان ليا التراساج مزيان. وتنعتمد غير على النقاط باش يبقى الثوب عندي نقي ويكون الطرز ديالي نقي وفي المستوى. اصلا الطرز ديالي تنكون تنطراسي من مور التراساج ديال السيلو، تنطرز انا باش تنضرك داك التراساج ديال الطرز. تمشي مع الرشمه مقاده غير عبر النقط رقاق، لاحظوا الرشيمه تجي خفيفه ونقيه وبطريقه مراعيه. نكمل التراساج ديال الرشمه ونتلاقاو في الشكل النهائي. ما تنساوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما تنساوش تدعموني الى عجبكم المحتوى ديال القناه، وشكرا لكم. وكاينين هناك فيديوهات قبل ما ننسى مشابهه لهذا التطبيق ديال هذه الرشمه وابتكار الرشمه بطرق اخرى وبصياغات اخرى. اللي بغى يستفد من كيفيه تحويل الرشمه حسب الذوق ديالو، حسب الكورساج اللي عنده ديال القفطان، مرحبا. راه كاينين اشكال ديال التطبيقات في القناه. وشكرا، وما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس.